غنم الثوار السوريون في حلب غنائم عسكرية ضخمة، منها الدبابات والعربات المدرعة وأيضا حمولات شاحنات الذخيرة المليئة بالصواريخ وقذائف الهون والمدفعية والبنادق التي تم الاستيلاء عليها عقب إعلانهم السيطرة على قاعدة الفوج 46 العسكرية الكبيرة غرب حلب. هذا وأسر ثوار الجيش الحر جميع الجنود التابعين لقوات النظام في داخل القاعدة، واصفين سقوط القاعدة بالنصر الكبير في المعركة الرامية إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. جايينك يا بشار، جايينك. هلا فيهم جاهز انت.